أفضل 5 هواتف في عام 2018 سمارتفون المستقبل. إذا كنت تعتقد بأنك رأيت كل ما هو متعلق بتطور التكنولوجيا في مجال الهواتف فأنت بالتأكيد على خطأ كبير. اليوم أحضر لكم مقطع فيديو يحتوي على أفضل 5 هواتف مستقبلية مثيرة للإعجاب أكثر مما تتخيل. لكن أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي شيء ننشره لحظة بلحظة. أول هذه الهواتف هو L16، هو هاتف ناشئ يهتم بمن هم مغرمون بالتصوير الفوتوغرافي. هذه بالضبط كانت فكرة الدكتور رابي بيلياتويا أحد مصممي الجهاز وأحد العاشقين للتصوير الفوتوغرافي، حيث أنه ما زال يستعمل طريقة استخدام أكثر من عدسة، ولكنه أدى إلى ثورة في فكرة دمج 16 عدسة لتسجيل صورة بجودة 52 ميجابكسل. واحدة من مميزات الهاتف L16 أنه مصمم بشكل عدسات مختلفة، 5 عدسات تصوير بمقياس 28 ملي، و5 آخرين بمقياس 70 ملي، و6 عدسات بمقياس 150 ملي، من أجل التقاط صور تصبح جاهزة بعد ذلك على نفس الجهاز، وبذلك نستطيع الحصول على صور عالية الجودة. في المركز الثاني لدينا هاتف المشروع. هذا الاختراع بالتأكيد سيحدث تأثيرا بفضل إمكانية عرض صورة متحركة لأي محتوى يظهر على الأسطح. وبجانب عرض الصور المتحركة يمكن لمستخدمه أن ينطقي أي استخدام للهاتف فقط من خلال تحريك يده، هذا لأن اليدين تتفاعل في خلق الصور. وبذلك فإذا كنت لا تقلق كثيرا بالهواتف غير المريحة، لكن مع هذا الاختراع فأنت لديك القدرة على عرض الصور على شاشة هاتفية كبيرة ومواكبة للعالم. الاختراع الثالث هو الموبايل الشفاف بتصميم رقيق للغاية ومستقبلي، والذي يتميز بكونه قطعة زجاجية أو قرص يعمل كهاتف، ذلك لأنه شفاف. هذا الهاتف يمتلك تصنيعا شفافا للغاية، وبفضل ذلك يمكنك عرض محتوى الهاتف بدون أي مشكلة. أفضل شيء في التصميم أنه رقيق للغاية بالإضافة لكونه جهاز مقاوم. الآن نمتلك اختراعا آخر، إنه هاتف يعرض على شكل صور فقط، ليس هناك أي مادة مستخدمة أو إزعاج، فقط عن طريق صور صغير يعرض شاشة الهاتف على يد أو ساعد المستخدم. أكثر شيء مثير للإعجاب أنه سهل للغاية في الاستخدام والنقل، وذلك يعود لتصميمه الصغير على شكل صور مع جميع مميزات الهاتف العادي. ومن أجل جعله أكثر إثارة للإعجاب فإنه جهاز مقاوم للمياه، ومع هذا الجهاز يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات الخاصة بك سواء عن طريق اليد أو الساعد. ليس هذا فحسب، فبجانب عرض الصور يمكنك أيضا التحكم في شاشة الهاتف المعروضة. الهاتف الأخير الذي يظهر الآن، ولا يعني وجوده في هذه المكان بأنه اختراع أقل أهمية أو أقل إثارة. أحضر لكم الآن التجربة الأولى للهاتف سامسونج إكس، وهو اختراع لهاتف خاص بشركة سامسونج ليظهر آخر التطورات التكنولوجية الخاصة بشاشة الهاتف، حيث أنه يسمح بتقسيمها إلى 4 أجزاء بدون التأثير على سلامتها. هذا لأن الهاتف سامسونج جالاكسي S لديه ميزة تمكننا من تركيب أجزاء الشاشة بأي شكل وباعتبارها لوحة، وهو شيء غير تقليدي. وبفضل تصميمه واتباعه أحدث صيحات التكنولوجيا تمكن من طي الشاشة وتظل تعمل بنفس الكفاءة. أفضل ما يميز هذا الجهاز هو سهولة تنقله، وأخذ بذلك شكلا مستطيلا ليس أكبر من محفظة صغيرة. شكرا جزيلا لمشاهدة الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي جديد ننشره كل يوم. نراكم قريباً.